نتكلم تحديدا على ملف القضاء على العشوائيات. الحقيقة انه في شوط كبير جدا قطعته الدولة المصرية في هذا الملف خلال زمن قياسي، وتم اعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة واللي عانت منها الدولة المصرية خلال العقود الماضية. يمكن كان في وقفة جادة يا جمانة من الدولة المصرية امام هذا الملف او هذا القطاع تحديدا لانهائه، لان يمكن شفنا على مدار سنوات كتيرة جدا كان حينما يريد البعض الإساءة للدولة المصرية يتم تصوير هذه العشوائيات وتصديرها في وسائل الإعلام، لكن الدولة كان عندها وقفة جادة وشاهدت السنين اللي فاتت تحديدا منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية إنجاز ضخم في القضاء على العشوائيات. قراءة وافية عن هذا الملف معنا عبر الهاتف المهندس إيهاب حنفي المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا فندم، صباح الخير استاذ جمانه، صباح الخير استاذ احمد والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك باشمهندس. يعني كلمنا كيف اصبحت مصر خاليه من العشوائيات او المساكن غير الامنه تحديدا خلال فتره زمنيه قليله جدا. طيب خلينا استاذ احمد في البدايه كده، طبعا في الحقيقه الملف ده يعني يمكن القياده السياسيه اولت ليها اهتمام كبير جدا. نعم. عشان كده دايما انا بحب في البدايه كده ان احنا نوضح رقمين مهمين. الصندوق تعرف حضرتك انشئ بعد سقوط صخره الدويقه. نعم. الصندوق من منذ انشائه لغايه 2014 احنا دايما بنوضح الرقم ده، احنا صارفين 652 مليون جنيه في حوالي 8 سنين. من 2014 او تحديدا 2016 بعد افتتاح الاسمرات 1/5/2016 الى الان احنا متعدين ال 40 مليار جنيه. فاعتقد يعني هو الرقمين بيوضحوا مدى اهتمام القياده السياسيه. صحيح. ده كبدايه. طبعا انت عارف حضرتك احنا كان عندنا قضيه كبيره جدا، وانا واعتقد يعني كمان يا باشمهندس ان اليه الصرف اختلفت عما قبل 2014، يعني 2014 كان تعويضات حسب معلوماتي، الان اصبح الشكل مختلف، انا بدي سكن لائق بالمصريين. هي دي في الحقيقه نقطه مهمه جدا، كويس ما حضرتك ذكرتها. طبعا هو الاسلوب في العموم كله اتغير. يمكن واحنا الصندوق في الحقيقه احنا اشتغلنا على الجزئيه دي كتير جدا، احنا عملنا دراسات كتيره جدا. نعم. على يعني ايه سبب عدم نجاح فكره تطوير المناطق الغير امنه تحديدا، لان ترى حضرتك ملف تطوير العشوائيات ده ملف كبير جدا. صحيح. احنا بنوضح ان الملف اللي احنا انتهينا منه الفتره دي اللي هو الغير امن اللي بيمثل 1% من العمران في مصر اللي هم 357 منطقه 246 الف وحده سكنيه. زي ما حضرتك فعلا ذكرت، وفي البدايه كان دايما التوجه ان بيدوا تعويض للناس ويطلعوهم، بالتالي للاسف يعني التعويضات بتتصرف وبيرجعوا يعملوا عشوائيات تاني او بيودوهم لاماكن بعيده ما فيهاش خدمات، فالناس بتضطر برضو تعمل عشوائيه تاني. في الحقيقه كان التوجيه للقياده السياسيه لا، انشئوا مجتمعات عمرانيه متكامله بحيث المواطن يقعد يستقر، يعني بقى في حياه جديده، بيحس فعلا بحياه جديده وبيحس بالانتماء للمكان الموجود فيه، لانه متوفر له الخدمات الصحيه، التعليميه، حتى النواحي البدنيه او الرياضيه، كل مستلزماته، المدارس، الكلام ده كله بيخليه الفرص العمل طبعا. ويمكن دي انا مش عايز اتكلم في حاجات يعني طبعا اكيد ذكرت كتير قبل كده، ان الاسمرات مثلا دلوقتي بتصدر لاربع دول يعني منهم السعوديه وامريكا واسبانيا، فاحنا بقى مجتمع منتج وليهم دور كبير وفعال جدا في حتى يعني في النواحي الاقتصاديه كمان يعني. طيب يا فندم، يعني كل ده الحقيقه بكل تاكيد تم وفق خطه مدروسه، يعني زي ما كنت حضرتك تتكلم مع احمد الأول بالفعل كان بيتم التعامل مع هذا الملف بشكل عشوائي، كانت بتبقى في صورة مبالغ مالية أو تعويضات بتقدم للمواطنين اللي تضرروا من سكنهم في هذه المناطق، بس المرة دي احنا قررنا ان احنا نفكر ونضع خطة مدروسة عشان نعرف ان احنا بالفعل نبني حياة جديدة، وهو ده كان المفهوم أو الهدف الأسمى أو العنوان العريض أصلا للتعامل مع هذا الملف. لما جينا في البداية نضع هذه الخطة يا فندم، الموضوع نفسه برغم خطورته وأهميته بس في نفس الوقت هو دقيق جدا وكان يجب التعامل معاه بمنتهى الدقة. ده حقيقي. طيب خليني أوضح لحضرتك، هو فعلا الصندوق أول ما ابتدينا احنا في الحقيقة عملنا حاجة اسمها الخريطة القومية عشان نحدد
المناطق الغير امنه، المناطق العشوائيه عامه سواء غير امن او غير مخطط او اسواق عشوائيه. ابتدينا عملنا خريطه قوميه، حددنا حدود كل منطقه بعدد الوحدات التهريبي دي، ودي النقطه اللي كانت مهمه جدا، ان انا بحدد يعني الخطوره، خطوره كل منطقه سواء خطوره درجه، يعني صنفنا المناطق حسب درجات الخطوره عشان اقدر اعمل استراتيجيه التدخل. ويمكن دي الحقيقه الجزئيه اللي بتقولي فيها، يعني انا في مناطق ما ينفعش الناس ترجع ليها، لا يمكن ينفع ترجع ليها. مثلا زي المناطق اللي هي معرضه لانهيارات جبليه، زي المناطق اللي موجوده في جبل مقطم ومناطق في منشيه قاصر، دي انا ما ينفعش الناس ابني لها في نفس المسجد. لان دي جيولوجيا مناطق خطره، لو مناطق مخرجات سيول، ويمكن في تجربه يعني للاسف يعني حادث كان حصل اللي هو في السيول اللي حصلت في 21 اللي كان في المنطقه اللي كان بيطلق عليها زرايب 15 مايو، نتيجه السيول يعني المنطقه بالكامل انجرفت، عشان كده ده لازم بننقلها وعملنا لها مجتمع عمراني جديد بقى اسمها زهور 15 مايو. فهو في الحقيقه احنا كل طبقا للتصنيف حددنا اليه التدخل، ويمكن ده احنا يمكن الصندوق احنا قعدنا حوالي سنتين، وطبعا بالتنسيق مع جميع المحافظات الجمهوريه، لما حددنا الخريطه وصنفنا المناطق ابتدينا حطينا استراتيجيه التدخل لكل درجه خطوره. فبالتالي زي ما قلت لحضرتك الدرجه الاولى ده ما ينفعش ان انا ابني في نفس المكان، اللي هو النموذج اللي احنا كلنا شايفينه اللي هو في الاسمرات او المحروسه، احنا بننشئ مجتمعات عمرانيه جديده وبعد ما بننشئها بنبتدي ننقل الناس. لو الناس قاعدين في مناطق خطره وحاسين ان في يعني ممكن يتعرضوا لاي انهيارات او اي مشاكل والمشروع لسه بينشا، الدوله من خلالنا طبعا بنوفر لهم ايجارات شهريه طبقا للايجار اللي هو متعارف عليه في المناطق دي، وبياخدوا ايجارات شهريه لغايه النموذج ده مثلا اللي احنا عملناه في المنطقه اللي كان بيطلق عليها تل العارب اللي هي دلوقتي اسمها روضه السيد. بالظبط. فهو في الحقيقه احنا يعني من خلال التصنيف ابتدينا عملنا استراتيجيه للتدخل في كل منطقه، وده اللي نجح يمكن الملف. وخليني برضو اوضح يمكن احنا كان استاذ اهاب يعني معلش حضرتك ذكرت مشروع انا بشوفه هو مشروع يعني مش مجرد كمان ازاله منطقه كانت مهدده اللي هي تقع على الساكنين والقاطنين فيها، لا هو تغيير وإعادة الوجه الحضاري لمصر القديمة مرة أخرى، روضة السيدة تحديدا. لكن خلينا نتكلم عن حاجة مهمة قوي قدرتوا اللي انتوا تنجحوا فيها، فكرة ان كان في عدم ثقة بسبب إرث متوارث من يعني القديم ما بين المواطن وما بين الدولة ممثلة في الحكومة، فكرة انتوا النهاردة هتخرجوني لا انتوا مش هترجعوني، لان انا شفت بدا رؤى العين في روضة السيدة ان المواطنين اللي خرجوا بمجرد ما شافوا المنظر الحضاري اللي اصبح موجود القاطنين في المساكن اللي قدامهم بقوا يقولوا احنا عاوزين احنا كمان نتطور زيهم، خدوا مننا البيوت واعملوا لنا منازل بهذا الشكل الحضاري المتطور. ففكرة اعادة الثقة دي تغلبتوا عليها ازاي وخدت منكم وقت ازاي؟ هو برضه نقطة مهمة أستاذ أحمد، هو فعلا زي ما حضرتك ذكرت، وأنا يمكن كنت هقول لحضرتك إن كان المشكلة الكبيرة اللي هو انعدام الثقة ما بين المواطن والدولة، من للأسف يعني اللي كانت الحاجات اللي كانت بتحصل زمان. دايما كان بيحسوا إن الدولة بتطلع المواطن عشان طمعانة في الأرض إن هي في موقع مميز، فطمعانين إن هم يدعوها المستثمر، زي ما كان بيتقال دايما كنا بنسمع مستثمر أجنبي وخلافه. عندنا نماذج كتيره جدا، حضرتك ذكرت روضه السيده وواضح ان حضرتك متابع كويس جدا، لان فعلا المشروع اول ما ابتدى يعني يطلع ونعمل الواجهات بتاعته بالطراز الاسلامي اللي الناس كلها شافته ابتدى يعني يطلق في المنطقه بالكامل، يا جماعه خلي بالكم الدوله ضحكت عليكم ومفيش حد هيرجع تاني، دي كلها هتتباع استثماري. وكان طبعا في قلق، بس خليني اوضح برضه، هو يمكن يعني السيد رئيس الجمهوريه لما افتتح الاسمرات في 5/2016 يعني الناس حست ان رئيس الجمهوريه نازل بنفسه بيسلمه مهتم بهذه الفكره العقود، كان ابتدى من هنا يعني ايه، حتى احنا لما بدانا ننزل الناس لا حسوا ان فعلا في يعني في الناس هترجع وفعلا الوحدات دي بتنشا ليهم، خاصه ان هم انت عارف ان هم كانوا بيستلموها مفروشه بالكامل سواء فرش او اجهزه او يعني كامله من كله، يعني بيروحوا بالمفتاح يعني.
ففعلا دي كانت نقطه يعني لما لقوا فيه مصداقيه ابتدت فيه ثقه. وخلينا ادي لحضرتك مثل ثاني واكيد انتم عارفينه كويس جدا، منطقه مثلث مازديرو. منطقه مثلث مازديرو دي كانت بتعاني، والناس يعني حتى احنا من النقاشات اللي كانت حصلت زمان، انت عارف حضرتك احنا حطينا بدائل كبيره جدا، هو طبعا التنفيذ بعد كده وزاره الاسكان هي اللي نفذت، بس احنا الاليه والتدخل مع الناس ولغايه ما وصلنا للاتفاق ده كان مجهود الصندوق. احنا ادينا لهم اختيارات اللي هو كان الرجوع في المنطقه بعد التطوير، او ان هم ياخدوا تعويض نقدي، او بقيمه التعويض نقدي ياخدوا وحده مفروشه في الاطراف. صحيح يا فندم، يعني اعذرني المقاطعه، لكن الحقيقه يا باشمهندس يعني جهود كبيره جدا، واحنا بنتكلم عن هذا الملف كان بالنسبه لنا من ضمن الافات اللي موجوده في مجتمعنا، وكنا متعامل معاها هي امر واقع، ما كناش متخيلين ان بالفعل يمكن التدخل للقضاء عليها من الاساس من جذورها. بشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس ايهاب حنفي المتحدث الرسمي باسم صندوق التنميه الحضريه. بشكر حضرتك يا باشمهندس.